أحب أعرفكم أولا بنفسي، عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي الخرايبة. واللي ما يعرف الخرايبة الآن هي يعني في نيوم ما يسمى المشروع نيوم اللي أطلقه محمد سلمان. يمكن يلومني بعض الناس على يعني إني طلعت المقاطع هذه، يعني أنا ما أشوف أكبر عندي، ما في شيء أكبر من خروجي من أرضي ومديرتي بهدف إخراج الناس، ترحيلهم من أرضهم، تقدروا تسموه تهجير قسري. بطبيعة الحال الناس جميعها غير موافقة ضد الترحيل، لكن الأسلوب اللي اتخذته الدولة يعني للأسف يعني إرهاب دولة، نقدر نسميه إرهاب دولة. كل من قال أنا ضد الترحيل أو ما أرغب، على طول داهمت المباحث أو الطوارئ، استخدموا القوة. يعني مع الآن عندنا 9 تقريبا أشخاص تم مداهمتهم وأخذهم، وأنا في الطريق يعني قريب. بلينا بالأعوان الفاسدين، مصيبتنا العظمى في العلماء. العلماء جبناء للأسف، العلماء الجبناء. يعني ودي أوصلهم رسالة أقول لهم والله بئس وعاء العلم أنتم. على العموم الآن أنا في انتظار قدوم القوات سواء الطوارئ مباحث القوات الأمنية مهما كانت النتائج، يعني حتى لو وصلت إلى موتي، يعني حتى لو قتل أنا سجن قتل عندي سيان. على العموم يعني حتى هذه الدنيا بشكل عام في تحت ولاية أمثال محمد سلمان وأمثال يعني لا يؤسف عليها. الديرة اللي غاب عنها سباع واستاسدت فيها الخرانق حماتها، شفت الضحى شهبث عالت عديبها وكل على السيسان نقدر سواتها.